مباشرة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى إبراهيم المتحدث باسم منظمة الحياة للإغاثة والتنمية. صباح نور أستاذ إبراهيم ومرحبا بك معنا هذا الصباح. صباح الخير أستاذ ليلى وصباح النور على جمهور حضرتك الكريم. أهلا وسهلا بك. يعني اليوم كنا نتحدث قبل انضمامك إلينا بزيارة البابا فرانسيس إلى العراق، الزيارة التي حملت عنوانا كبيرا السلام والأمن والأمان لكل بلداننا العربية، حيث تعتبر الحروب أستاذ مصطفى بنيرانها من أشد الأشياء قسوة على نفسية الأطفال والكبار معا. الأطفال هم أكثر تضررا بأحداثها والأكثر حاجة للمساعدة النفسية، أيضا المساعدات بمجملها للتخلص من هذا الخوف والقلق إزاء ما يشاهدوه ويخبروه. يعني كانت هناك رسالة خاصة للبابا فرانسيس في عيد الميلاد: إن وجوه أطفال سوريا، العراق، اليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ يجب أن تهز الضمائر. أنتم تعملون على الأرض في ظل أحوال قاسية جدا يعيشها هؤلاء الأطفال أستاذ مصطفى، سواء في لبنان، في دول اللجوء طبعا، في لبنان، في سوريا، في اليمن. نعرف منك أكثر عن الأماكن التي تغطوها. محورنا الأساسي اليوم الذي أركز فيه الطفل الذي يجب أن يهز ضمائر الرجال، كما قال البابا فرانسيس في رسالته إلى العالم وهي رسالة السلام. كيف ترد أستاذ مصطفى؟ أتفق تماما، رسالة السلام هي أفضل رسالة وهي أهم رسالة ممكن أن يقدمها أي مرء إلى أي طفل في العالم، بغض النظر عن دينه أو بغض النظر عن العرق بتاعه أو جنسيته. الحقيقة أنه يعني Life for Life، مؤسسة Life الإغاثية، شغالها الحمد لله إحنا بقالنا أكتر من 28-29 سنة دلوقتي، وشغالين في أكتر من 46 دولة. فيه طبعا للأسف كتير منهم من الدول العربية اللي مزقتها الحروب ومزقتها الصراعات على مدار آخر 10 سنوات، وبالفعل زي ما حضرتك أشرتي العديد من الأطفال، يعني آلاف الأطفال إن لم يكن عشرات الآلاف من الأطفال، فقدوا ذويهم أو فقدوا العائل بتاعهم، وبقوا محتاجين لكل، يعني مش عايز أقول سنت مساعدة أو كل لحظة يعني سعادة أو أمل أي حد يقدر يديها لهم. الحقيقة يعني فيما يخص الموضوع الطفل تحديدا كما حضرتك قلتي، احنا بنقدم في حاجتين بيساهموا في مشروعين في مؤسسة الحياة للتعامل مع الطفل وتقديم يد المساعدة لي. اول حاجة موضوع الرعايات الايتام، وانا اظن ان ده من افضل واهم المشاريع اللي انا اشتغلت عليها واللي احنا بنولي لها معاملة خاصة في المؤسسة. احنا شغالين رعايات متوفرة حاليا في حوالي 13 دولة، منهم دول عربية كتيرة: العراق، سوريا، لبنان، فلسطين والأردن، وقريبا هيبقى في مصر وإحدى الدول العربية كمان. أستاذ مصطفى عذرا للمقاطعة، يعني هل تعرف في آخر بحث أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن هناك أكثر من 160 مليون طفل يتيم في العالم فقدوا عائلاتهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية؟ هذا الرقم صادم أستاذ مصطفى، صادم بكل ما تعنيه الكلمة. أن يعيش هناك أكثر من 160 مليون طفل يتيم في العالم بسبب ما نعيشه اليوم في هذا العالم الذي نشهد ما نشهده من كوارث وحروب يندى لها الجبين كما أشرت حضرتك. لو سألتك تحديدا في أي بلدان تعمل فيها مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية لمساعدة، نبدأ بالشريحة الأضعف. لماذا أنا أركز اليوم على الطفل؟ الطفل، النساء هم الشريحة الأضعف الذين يدفعون الثمن فيما نراه، سواء في الحروب، سواء في كوارث إنسانية، سواء في الفقر والمجاعات والحروب الأهلية. كل هذا يندرج يؤثر مباشرة على الشريحة الأضعف كما تعرف حضرتك. أول حاجة أتفق معك تماما، الرقم صادم فعلا للأسف، 160 مليون طفل حول العالم، ورقم صادم ومحزن ومؤلم. الأكثر إيلاما بالنسبة لنا أنه للأسف أنا أكاد أظن أو أجزم أنه العدد الأكبر منهم هيبقى في منطقتنا العربية وفي أفريقيا اللي هيبقى فيها أهلنا وناسنا. للأسف مش هقدر أتكلم كتير في إن إحنا محتاجين رعايات ومحتاجين
إغاثة، هناك عمليات إغاثية مستمرة. لكن هقول إنه يمكن إحنا بنصلح ما أفسده السياسيون على قد ما نقدر. الصراعات السياسية والحزبية والصراعات القبلية هي الصراعات الأكثر إيلاما والأشد قسوة على الأضعف، الحلقة الأضعف كما أشرت حضرتك، المرأة والطفل. لو رجعنا لموضوعنا، إحنا بنحاول جاهدين طبعا، لا نمتلك عصا سحرية، لا إحنا ولا أي مؤسسة إغاثية تانية، لكن بنحاول نسدد ونقارب ونحاول نصلح ما نستطيع إصلاحه. كما قلت، في دول عربية كتير الحمد لله شغالين فيها رعايات الأيتام، زي ما أشرت برضو العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، وقريبا مصر، وبإذن الله السودان. يعني الميزة بس يا أستاذة ليلى، وده أكاد أجزم برضو أنه أمر ممكن يكون سهل على كتير مننا بس محدش واخد باله من المستمعين، أنه هو مقابل $50، $55 شهريا ممكن تكفل طفل تماما، من حيث طفل يتيم، من حيث الملبس والطعام والمأوى والتعليم حتى الرعاية الصحية. فده رقم ممكن يكون بالنسبة لنا زهيد، نحن من نعيش في أمريكا وكندا ودول أوروبا الغنية والمتقدمة، ده ممكن يكون بالنسبة لنا شهريا $50، $55 ولا حاجة. لكن عايز أقول لحضرتك أنه فعليا أنت بتديله حياة، أنت بتصنعي له حياة، بتديله مستقبل. $50 شهريا يعني يمكن أقل من دولارين في اليوم. قد يتساءل البعض أستاذ مصطفى أنه هل سنحل مشكلة 160 مليون يتيم؟ لا، الإجابة لا طبعا. ولكن كما أشرت، أن نخرج طفل واحد من 160 مليون يتيم، أنا برأيي يستحق أن نهز ضمائرنا، يعني كما أشار البابا فرانسيس، وكما يشير كل القادة الذين يعني يحثون ضمائرنا دائما على أن نساهم في التخفيف من معاناة خاصة الأطفال، النساء الذين يكونون ضحايا، يعني مو بذنب كانوا ضحايا هذه الكوارث الإنسانية التي تحدث في عالمنا اليوم الذي ازداد جنونا كل يوم. $55 كما أشرت، قد يقول البعض أو يتساءل البعض، أنا كيف أضمن أن هذه $55 ستصل إلى هذا الطفل؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك صلة وصل بيني وبين هذا الطفل، أن أدعمه، أن أساهم فيه؟ هل من الممكن أن أتابع ماذا يجري لهذا الطفل؟ كيف ترد أستاذ مصطفى؟ طبعا يعني هحكي لحضرتك التفاصيل دي، بس خليني أكمل الجملة اللي فاتت وأكد تاني على كلام حضرتك، أنه أساسا يعني حضرتك قلتي ولو إخراج طفل واحد بس نغير حياة طفل ومستقبل طفل واحد، ممكن ده يبقى أفضل شيء عمل خير أنت عملته في حياتك كلها. ده حقيقة فعلا، $50-$55 أنت ممكن ما تحسش بيهم شهريا، لكنهم فعلا يغيروا حياة إنسان بينك وبينه آلاف الأميال. فتكلفة إخراج طفل واحد من حياة الذل والقهر والظلم إلى حياة مستقرة آمنة وتعمل له مستقبل مطلق كما تحب، يعني كما تحب أنت أن يكون لأولادك، هو $50. زمن زهيد جدا، يعني ثمن يعني لا يكاد فعلا يقابله أي ثمن تاني ممكن تقدمه لأي إنسان. وأنا زي ما قلت، ممكن أنت ما تحسش $55 دول شهريا، لكنهم هيفرقوا في حياة إنسان. فيما يخص موضوع أنه كيف تضمن، الموضوع سهل جدا وتحت السيطرة تماما عندنا الحمد لله. يعني بتدخل على الويب سايت، اول حاجه الناس اللي بتحب تتكلم او تتصل هاتفيا تقدر تتواصل معانا على تليفون المؤسسه المجاني 800-827-3543، او وانا افضل الطريقه الثانيه اللي تدخل على الويب سايت، تدخل على مشروع كفاله الايتام وتنقي نفسها الدوله اللي تحب تشتغل فيها، ومن ثم تقدر تنقي طفل تتواصل يعني مع طفل، تختار عن طريق صورته وتختار تشوف ظروفه. واحنا بنشجع اساسا يعني كافلي الايتام واللي بيرعوا الايتام انهم يتواصلوا معاهم كل فتره بشكل رسمي عن طريق المؤسسه، وده امر احنا بنكفله ليهم تماما، ويقدروا يتواصلوا يعني بشكل واضح ويتاكدوا تماما ان كل سنت او كل دولار هم بيدفعوه بيصل تماما الى مستحقيه. أستاذ مصطفى، أشرت في بداية كلامي معك إلى البلدان التي تعملون بها الآن على كفالة اليتيم، ما هي هذه البلدان؟ إحنا طبعا بنشتغل في 46 دولة وأكثر من 46 دولة الحمد لله، وصلوا مؤخرا ل 48 دولة. لكن لو اتكلمنا على كفالة اليتيم تحديدا، في دول كتيرة جدا، حوالي الحمد لله وصلوا دلوقتي حوالي 15 دولة،
هنقولهم كلهم وبعدين نركز على الدول العربية منهم. ممكن نبتدي بالعراق، أفغانستان، غانا، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، سيراليون، بنغلاديش، السنغال، هايتي، السودان، ومصر قريبا بإذن الله. وفي كذا دولة في أفريقيا الحمد لله يعني بيمتد الدعم ليهم. ومؤخرا ابتدينا نتواصل مع بعض المؤسسات اللي بتقدم لنا الأيتام، يمكن في خلال شهر أو شهرين هنضيف كمان ثلاث دول أفريقية. وهم احنا لو انت لاحظت هتلاقي ان الحمد لله الدول اللي احنا اخترناها هي الدول الاكثر احتياجا، صحيح، والاكثر قسوه على الطفل فيها. واحنا بنحاول نعمل كده بنوع من انواع نشر الرساله اللي حضرتك اشرت اليها واللي البابا اشار اليها دايما، هي رساله السلام ومحاوله التخفيف على الحلقه الاضعف وهي المراه والطفل. خلينا ناخذ مداخله من احد مستمعينا. استاذ مصطفى لديه سؤال لحضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. خيرك ليلى. صباح الخير. صباح الورد. الله يبارك فيكم. بس لو سمحت تعيد رقم التليفون، بس مو ورا دقيقه بس على مدفر. على عيني رقم التليفون الاتصال بي. على عيني استاذ رعد، على عيني. انا هلا رح اطلع فاصل الاعلان وعد لك الرقم مره ثانيه. تحياتي لك والف شكر. شكرا. الف شكر لكم. شكرا. مستمعين على لا الف شكر. الف شكر لكم. انا تعرف ايش اقول ما اشتري عنده تشيبس البنتي أنتهى الواحد صغير وهاي يومية تشيبس تشتري أعظمها الفلوس مال دولار واحد تشيبس ما أشتري ما خليها تأكل تشيبس تأكل غير كاندي أنتهى الواحد صغير خطير. الله يبارك. أنا إيش أفكر بعد ما أعرف. الله يبارك فيك. شكرا. غلطان ما أدري. لا أبدا إن شاء الله. كل واحد يفكر إيش تفكر إن شاء الله. من لو 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 استطعنا من 160 مليون أن نخرج طفل واحد يتيم، والله سنهز ضمائر العالم، والله بهذه الرسالة التي نناشد بها اليوم. لا يأكل كيلو طماطة، يأكل ثلاث أربع كيلو طماطة، وهم ربع فلوس ربع كيلو طماطة ينتهي الواحد فقير. تمام. أشكرك سيد. أشكرك على عيني. على عيني. مايك بليز if we can run life's ad if you don't mind. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير، امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543 أو اللوكال نمبر. أستاذ مصطفى صباح النور مرة أخرى معنا للتذكير. الأستاذ مصطفى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم منظمة الحياة للإغاثة والتنمية. إذا بتمرر لنا اللوكال نمبر 248 لو سمحت اللي ذكرته. ثانية واحدة خليك معايا يا فندم. 800-827-3543. نعم، خليني مرر الرقم اللوكل 248 لمستمعنا 248-424-7493. من عيد الرقم 248-424-7493. مرة أخرى 248-424-7493. عودة معك أستاذ مصطفى إلى البرامج التي ترعاها مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. يعني مررت على هبة أيضا لمؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية في لبنان تحديدا. هناك مخيمات تضررت كثيرا من الأحوال الجوية القاسية التي عاشها أهلها. شاهدنا صور صادمة مدمرة، شاهدنا فيضانات. كانت لمنظمة الحياة أيضا عدة مشاريع هامة في لبنان. إذا أعطينا يعني نبذة فقط عن
لبنان يحتضن، هو بلد صغير طبعا، يحتضن حوالي أكثر من 6 ملايين شخص، أكثر من نصفهم في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. زاد من هذا العبء وجود اللاجئين السوريين، أيضا في هناك لاجئين فلسطينيين، وهناك أيضا لاجئين من جنسيات أخرى. ما هي المشاريع التي رعتها منظمة الحياة مؤخرا في لبنان أستاذ مصطفى؟ الحمد لله، يعني تواجدنا في لبنان كان تواجد مثمر. الحمد لله تبرعاتنا وجهودنا في إقامة جسر من العطاء بين أمريكا ولبنان كان كبير ومثمر، سواء كان في عبر المشاريع الدائمة والمستمرة في لبنان، أو عبر الجهود الإغاثية زي مثلا انفجار مرفق بيروت. الحمد لله كان يعني تواجدنا هناك من اللحظة الأولى عبر العديد من المساعدات، كانت مساعدات طبية. يعني احنا مثلا قمنا بشحن 8 حاويات اللي هي 40 قدم الكبيرة، الحاوية الكبيرة أو الكونتينر الكبير من المستلزمات الطبية والمعدات الإغاثية، وشحننا أكتر من 81 جهاز لغسيل الكلى كانوا هم محتاجينه وقتها، بالفعل وصلوا إلى لبنان. ده غير العديد من الحاويات اللي تم إرسالها إلى لبنان محملة بالمواد الغذائية، يعني يقدر أكتر من يعني يمكن أكتر الرقم الأخير وصلنا ليه أكتر من 86 طن تم وصولهم لبنان، والحمد لله بالكامل خرجوا من أمريكا بتبرع يعني جمهورنا العظيم. إحنا انتهينا مؤخرا للتو يعني زي ما إحنا بنقول من توزيع المعاطف الشتوية في مشروع توزيع الهدوم الشتوية على الأطفال في لبنان. حتى كمان الأسبوع اللي فات إحنا مستمرين بقالنا كم شهر في توزيع أغذية الطوارئ الخاصة، يعني جهود إغاثية خاصة بفيروس كورونا على العائلات المحتاجة. الحمد لله المشروع ده مستمر على مدار دلوقتي 4 أو 5 أشهر، وانتهينا مؤخرا من المرحلة الثالثة فيه بقيمة إجمالية تتجاوز 12,000 باسكت فود أو فود باسكت، يعني سلة غذائية. نعم بالضبط. ووصلت الحمد لله للعائلات المحتاجة، وأنا شايف أنه ده يمكن أكتر الحاجات اللي ممكن تكون مفيدة للعائلات دلوقتي. كثير من العائلات زي ما حضرتك قلت في لبنان، بغض النظر عن الجنسية، ممكن تكون عائلات لبنانية أو سورية أو عراقية أو من أي جنسيات أخرى من المتواجدين في لبنان أو فلسطينية، هم عائلات محتاجة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وقضائه على العديد من فرص العمل المتوفرة في لبنان. نحن أيضا أستاذ مصطفى مقبلين على شهر رمضان المبارك، هناك أيضا أكيد برامج تستعدون لها إن شاء الله، وبإمكانك أن تطلعنا عليها بالتفصيل خلال الأسابيع القادمة. لدينا مداخلة أخرى أستاذ مصطفى، ممكن ناخذها؟ تفضلك. صباح النور. صباح النور. صباح الخير أستاذ مصطفى. مصطفى الورد مدير البرنامج. اهلا وسهلا. مداخلة بسيطة عن اذنك قلت ليلى. تفضل. تفضلك. يعني هذا الخبر اللي بنسمعه على الإذاعة مباشر كان جميل ممتع، ونطلب من الأخوة المستمعين جميعا مهما تكون جنسيته اللي تبرعوا بأسرع ما يمكن لإنقاذ 100 مليون طفل مع الأمهات. لم إذا لا يوجد لها تغذية لا يوجد حليب للطفل، ونرجو لكم الإسعاف بذلك جدا جدا. ونطلب من الأخ الأستاذ مصطفى أن يكون الإعلان كذلك في الصحف عن المساعدة الأطفال في العالم. وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسم. يعني نشكر بداية نشكر أستاذ مصطفى هذا التفاعل مع مستمعينا حول وجودك معنا. نشكرك جزيل الشكر، ونشكر كل من سيساهم معنا في ربما رعاية طفل يتيم نخرجه معا، نوجه رسالة تهز ضمائر العالم كما أشار أستاذ مصطفى، وكما طبعا أشار البابا فرانسيس في هذه الزيارة المباركة التي يصل فيها غدا إلى عراقنا الحبيب. هي رسالة يوجهها لكل العالم أن نكون أكثر إنسانية. أشكرك أستاذ باسم. يعني مثل ما تفضلتوا، يعني $50 ما لقيني يا أخوان. أنا بدخل سجاير، ما بشرب 5 باكيتات، بخليها $60 وبهديها أولاد أولادي.
أشكرك جزيل الشكر. تحياتي لك. أهلا وسهلا فيك. من عيد الرقم 248-424-7493 هو رقم التواصل مع مؤسسة الحياة 248-424-7493. بداية أستاذ مصطفى، كيف تربط على كل هذا الحب والتفاعل مع الخير الذي رأيناه الآن من مستمعينا؟ والله يعني لا كلام يقال. يعني المستمعين الكرام هم أصحاب خلق ومروءة، وأنا والله أشعر بالحب في كلامهم. هم يعني حابين يفعلوا الخير، وكلهم بيؤكدوا أنه 55 دولار شهريا لا شيء، لكنهم كلهم مهتمين أنهم يدعموا طفل أو يرعوا طفل يتيم، وإن دل شيء يعني وإن دل ذلك على شيء يدل على مروءة أصلهم، وأن كلهم فعلا فيهم الخير، وكلهم ناويين وعاقدين النية. الأخ الكريم المستمع الكريم اللي كان بيتكلم من دقيقة حتى أشار قال أنا بدخن سجاير بكذا، ممكن أزود عليها كم دولار يوميا وأرعى طفل يتيم وغير حياته. ده أمر حقيقي، يعني أمر فعليا ما نتكلم عنه، مش مجرد طموحات لكنه واقع، واقع بيعيشه ملايين الأطفال في عالمنا العربي وغير عالمنا العربي وفي أفريقيا وفي آسيا. يعني ملايين الأطفال محتاجة كل دولار أنت تقدر تحطه على جنب وتنساه، هم لن ينسوا ولن تصبح حياتهم مع وجود الدولار ده زي حياتهم قبلها. أنا بعيد تاني شكرهم، أشكرهم شكرا جزيلا، وأؤكد مرارا وتكرارا أنه أفضل شيء من وجهة نظري ممكن أنت تعمله. إحنا عندنا على فكرة أكتر من 9 مشاريع، حضرتك كنت سألت من شوية، عندنا أكتر من 9 مشاريع مستمرة تحتهم عشرات المشاريع الفرعية. لكن خليني أؤكد تاني، أنا كمصطفى وأعتقد أن حضرتك كأستاذة ليلى وكل مستمعينك الكرام، هيكون أفضل شيء وأفضل مشروع يشاركوا فيه وهي صدقة جارية زي ما احنا بنقول وعمل عظيم مستمر، هو رعاية الأيتام، ولن يكلف أي شيء أكتر من 55 دولار شهريا. ده رقم زهيد بالنسبة لكثير من المواطنين الأمريكان أو المقيمين داخل أمريكا وكندا والدول اللي بيسمعونا فيها. يعني أستاذ مصطفى، يعني كما أشرت هناك أستاذ مصطفى، هناك تركيز كما أشرت على رعاية الأيتام كما أراه في دقيقتين من فضلك. لماذا الآن هل ترى أن هناك حاجة كبيرة الآن للتركيز على موضوع كفالة الأيتام؟ أرى هذا توجها حقيقيا لدى منظمة الحياة خاصة في الأشهر الأخيرة. طيب بدل هما دقيقتين خلينا نتكلم بالعامي والسريعا، وهتكلم من جانب إنساني بقى، مش هتكلم خالص من جانب مؤسسي ولا إن أنا بمثل مؤسسة لايف للإغاثة. من ناحية إنسانية بحتة، الطفل هو الأكثر عرضة لأن شخصيته تسحق للأسف ومستقبله يضيع ويتم الزج بيه في صراعات ليس له ناقة ولا جمل فيها، بل على العكس تماما هو أكثر حد متضرر فيها وأقل إنسان قد يجني منها أي شيء. يعني في الآخر ما بيطلعش بأي مغنم من هذه الحروب وهذه الصراعات. وعلى العكس تماما هو الحلقة الأضعف زي ما حضرتك قلتي، هو والأم، هو والنساء، ويعني عايز أقولك للأسف وده الحسن حظ المتبرعين أنه للأسف هو هناك احتياجاته الأساسية الرجل بيطلبها، اللي هو الطفل بيطلبها، وهي لا تكلف أي شيء بالنسبة لنا احنا. يعني لو قلنا أنه 50 دولار أو 55 دولار، أنت لو عرفت حضرتك أنه يقينا بتكفل اليتيم الطعام والملبس والمأوى، المأوى السكن حتى، والتعليم والرعاية الصحية. أنت لك أن تتخيلي أنه فعلا ده يبقى لازم التوجه الأعلى والأدق والأوضح للمؤسسة لينا ولأي حد عايز يعمل عمل خير. 50 دولار ممكن ما تفرقش معاك كتير، لكنها هتغير حياة هذا الطفل اليتيم يقينا. عشان كده تلاقي أن التوجه بتاعنا زي ما حضرتك قلتي وزي ما الناس شايفة توجهنا مؤخرا محاولة إسعاد هؤلاء الأيتام وإخراجهم من حياة القهر والظلم إلى حياة مستقرة آمنة، ونحاول نصنع لهم مستقبل. يعني نحب أن نرى أبنائنا في مستقبل أفضل دايما، وهم دول بالفعل الأطفال الأيتام دول نتمنى أن يكونوا زي أبناء أي متبرع أنا وحضرتك وأي حد من المستمعين الكرام.
وطبعا نقطة للتركيز عليها، المتبرع الكريم الذي سيكفل هذا الطفل بمبلغ $50 شهري أو $55 شهري سيكون بإمكانه متابعة هذا اليتيم، بإمكانه متواصل معه، التعرف على حالته وضعه. طبعا هذا التواصل موجود عن طريق منظمة الحياة للإغاثة والتنمية، صحيح أستاذ مصطفى؟ طبعا صحيح، بل نحن نشجع المتبرعين الكرام واللي هم بيكفلوا الأيتام على التواصل بشكل مستمر وعلى تفقد أحوال الطفل اليتيم، عشان حتى يحس كأنه حد من أولاده ويحس قد إيه حجم الإنجاز اللي قدمه بمجرد رعايته لهذا الطفل اليتيم. أنا بؤكد كمان مرة أنه أنا بشكر حضرتك وبشكر جمهورك الكريم من حجم الحب والاهتمام اللي سمعته النهاردة بوداني واهتمامهم برعاية الأطفال، وأتمنى أنه يكلل هذا الحب والاهتمام بالفعل باتخاذ خطوات. بعد ما نقفل الحلقة الناس تدخل على الويب سايت بتاعنا lifeusa.org وينقوا يدخلوا على البروجكت أو مشروع رعاية الأيتام وينقوا التواصل في أحد الدول المرشحة. بنشتغل في دول كتيرة جدا رعاية الأيتام، لو حبوا يختاروا دول عربية أو أفريقية أو آسيوية ويتواصلوا بالفعل ويختاروا أحد الأيتام ويعملوا رعاية شهرية ليه أو كفالة شهرية. وزي ما أنا قلت يمكن ده أفضل عمل إنساني وعمل خير ممكن يعملوه في حياتهم. مش هتكلم من جانب ديني وأفكرهم أن سيدنا النبي قال أنا وكاف اليتيم في الجنة كهتين وأشار بإصبعي يعني متجاورين، لكن هقول كمان أنه ده ممكن يكون عمل إنساني يدفع ال $55 وينساهم، لكنهم عند الله لا يضيعوا، وعند واحد بينه وبينه آلاف الأميال طفل يتيم لن يضيعوا، ويبقى أفضل عمل مستمر وصدقة جارية في حياة هذا المتبرع الكريم. لم يبقى لنا إلا أن نشكرك أستاذ مصطفى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم منظمة الإغاثة والتنمية. نذكر للتنويه رقم التواصل مع الحياة للإغاثة والتنمية 248-424-7493 248-424-7493. ونعود معك نعد مستمعينا إلى هذه الشراكة الإعلامية مع منظمة الحياة للإغاثة والتنمية لننوه كيف نصنع الخير معا في كل الأديان في كل لغات العالم. هناك صناعة للخير نشارك كإعلاميين في هذه الصناعة. أشكركم هذه ليلى الحسيني تحييكم، شكرا أستاذ إبراهيم، إلى اللقاء.